نبدأ محاضرتنا اليوم تصنيف النظام. المحاضرة الأولى للطلاب، طب إذا ذكرتم بيها، هي حكينا عن نظرية النظام والمبادئ العامة، وأيضا تعريف النظام وأنواع المدخلات والمخرجات للنظام والخصائص العامة للنظام. اليوم راح نكمل محاضرتنا، راح نحكي على تصنيف النظام. تصنيف النظام يصنف النظام وفق 1 درجة تعقيد النظام، طبيعة النظام، صنع النظام، العلاقة مع البيئة، وطبيعة المخرجات 6 طبيعة العرض. نجي واحدة واحدة. رقم 1 طريقة تعقيد النظام. نقصد أو يقصد بها عدد العناصر المكونة ودرجة ترابط عناصر النظام بعضها ببعض. فهناك النظم البسيطة والنظم المعقدة. النظم البسيطة تتكون من عدد بسيط من العناصر المستقلة نوعا ما، مثلا نظام الإدارة التي لها مكونات محددة، المستوصفات والعيادات والمعاهد. النظم المعقدة تتكون من عناصر كثيرة وتكون مترابطة ومتشابكة، مثلا النظم التي لها فروع متعددة محلية أو خارجية. وزارة التعليم ومكاتب الطيران والشركات الكبيرة والعملاقة من أمثلة النظم المعقدة. 2 طبيعة النظام. طبيعة النظام يكون النظام 1 نظم طبيعية اللي مثلها نقول مادية، مثلا نظام الحاسب الآلي، نظام السيارة. نظم مفاهيمية، نظم المعلومات، النظم الاجتماعية، النظم الثقافية. ثالثا صنع النظام، نوع النظام منها 1 نظم من صنع الخالق عز وجل، وهي كافة النظم الطبيعية كالكواكب والنجوم والإنسان. فنظم من صنع الإنسان، مثلا النظم التي صنعها الإنسان سواء كانت مادية أو منطقية، مثل نظم الدولة ونظم الأمن. 4 العلاقة مع البيئة، يقصد بها قوة علاقة وتفاعل النظام مع البيئة من حوله. فمنها 1 نظم مفتوحة، وهي النظم المفتوحة على البيئة، تأخذ مدخلاتها وتعطي للبيئة مخرجاتها، مثلا النظم الإدارية المختلفة والنظم الطبيعية. نظم مغلقة، وهي النظم المغلقة عن البيئة، لا تأخذ من البيئة مدخلاتها ولا تعطي للبيئة مخرجاتها، ويصعب وجود مثل هذه النظم واستمراريتها. 5 طبيعة المخرجات، يقصد بها نوع وطبيعة مخرجات النظام، منها أليف نظم يمكن استنتاج مخرجاتها، مثل نظام تحصيل فواتير الكهرباء والهاتف والمياه. نظم يصعب استنتاج مخرجاتها، مثل نظم الأسواق المالية. ستة طبيعة الغرض، يقصد بها الهدف من حيث الغرض الأساسي للنظام، وليس طبيعة وهدف عمل النظام نفسه. ومنها 1 نظم تهدف للربح، يكون عاملا أساسيا لاستمرارها، مثلا
أغلب النظم والشركات والمصانع والمشاريع الأفراد الربحية. اثنين، نظم غير ربحية هي لا تهدف للربح بشكل أساسي إلا بما يسمح لنشاطها بالاستمرار. مثلاً النظم الحكومية التي تقدم الخدمات للمجتمع وبسعر رمزي دون هدف ربحي. اثنين، نظم الجمعيات الخيرية تقدم الخدمات للمجتمع برسوم رمزية تساعد على تشغيل النظام. المخطط طلاب هذا يوضح تصنيف النظام. تصنيف النظام قلنا صنفناه واحد من حيث درجة تعقيد النظام، صنع النظام، طبيعة المخرجات، طبيعة النظام والعلاقة مع البيئة وطبيعة الغرض. نجي واحدة واحدة. طريقة تعقيد النظام مثل ما شرحناها قلنا بسيطة ومعقدة. صنع النظام أما هو من صنع الخالق أو من الإنسان. المخرجات أما هي متوقعة أو غير متوقعة. طبيعة النظام أما هي مادية أو مفاهيمية. العلاقة قلنا مع البيئة هي نظم مفتوحة ونظم مغلقة. والغرض هو نظم تهدف للربح العفو، وأخرى لا تهدف للربح. المعلومات الانفورميشن البيانات الداتا، يمكن أن نعرف الداتا هي الحقائق الخام عن أشخاص أو حدث أو مكان وغير ذلك مما يمس النشاط اليومي في مجال الأعمال. معالجة البيانات هي كافة الأنشطة والعمليات التي تتعرض لها البيانات، مثل جمع البيانات، التحقق من صحتها وتخزينها وفرزها وإضافتها وتعديلها وحذفها واسترجاعها. المعالجة الأساسية تعالج البيانات بصورة أساسية من حيث عملية الإدخال والتخزين والحذف والإضافة والترتيب والتصنيف والفرز والتخلص والمقارنة. وهذه المعالجات التي تتم بشكل يومي بواسطة المستخدمين من خلال نظم المعلومات المختلفة على شكل قواعد بيانات. المعالجات المتقدمة يقصد بها معالجة البيانات الموجودة بكميات ضخمة في قواعد البيانات المترابطة في مواقع مختلفة من خلال عدة تقنيات مثل متاجرة البيانات أو متاجر البيانات، مخازن البيانات، التنقيب من البيانات. وهي التقنيات التي تعتمد على البحث والتنقيب والتحليل المباشر بهدف تقديم معلومات لا تستطيع قواعد البيانات العادية تقديمها. المعلومات هي ناتج معالجة البيانات الخام بأي طريقة من طرق المعالجة، بحيث تنتج معلومات منظمة ومرتبة يمكن الاعتماد عليها في تسيير أعمال المؤسسة وعمليات اتخاذ القرار. مثال على ذلك مجموعة أسماء ودرجات المواد للطلاب، فيمكن اعتبارها بيانات، بينما معالجتها وتنظيمها على شكل كشف بأسماء طلاب، نقول مثلا مادة تحليل النظم
مثلا ودرجاته يمكن أن تعتبر معلومات. قلنا أسماء ودرجات المواد نعتبرها بيانات، وأسماء الطلاب لمادة تحليل النظم كدرجات مثلا درجاتهم نعتبرها معلومات. خصائص، هسه نجي المعلومات الجيدة. خصائص المعلومات الجيدة، أولا كمية المعلومات، يجب أن تكون كمية المعلومات مناسبة للهدف، حيث يهتم المستوى الإداري الأعلى بالتقارير الملخصة أو المحددة الهدف، بينما يهتم المستوى الأدنى بالتقارير التفصيلية، بينما نجد التقارير الإحصائية تعطي صورة سريعة وواضحة عن موضوع معين يساعد في اتخاذ القرار. 2- مصادر المعلومات، يجب أن تكون المعلومات من مصادر موثوقة وموثقة. 3- شكل المعلومة، يجب عرض المعلومات بالشكل المناسب الذي يخدم الهدف، ومن هذه الأشكال التقارير التفصيلية، التقارير الملخصة بجداول ومخططات، وأيضا التقارير الإحصائية. 4- طريقة العرض، هو الورق، الملفات الإلكترونية، الأشرطة، البرامج الحاسوبية، ويجب أن يكون الخط واضح في الوسائل الورقية، وأن يكون الصوت والصورة واضحة في الوسائط الأخرى. التوقيت المناسب للهدف، تكون المعلومات غير ذات قيمة إذا جاءت بعد حدوث الحدث الذي كان يتطلب المعلومة لاتخاذ القرار قبل حدوثه. 6- الشخص المناسب، تكون المعلومة غير ذات قيمة إذا جاءت لشخص غير معني بالحدث، بالحدث يعني موضوع المعلومة. الدقة والوثوقية هي من أهم خصائص المعلومات الجيدة. الحداثة، يجب أن تكون المعلومات حديثة. عندي المخطط، هذا طلاب عندي هنا خصائص المعلومات قلنا جيدة، هي اللي استونا حكينا عليها، كمية المعلومات، مصادر المعلومات، شكل المعلومة، الوسائط، العرض، حداثة، دقة، الأشخاص المناسبين، والتوقيت المناسب. مصدر المعلومة، يا أما مصادر ورقية، كتب، وثائق، مستندات، تقارير، جرائد، أو مصادر إلكترونية، أما عن طريق الإنترنت أو الكتب الإلكترونية أو الأشرطة المغناطة، أو وسائل سمعية، مقابلات أو اجتماعات أو البرامج التلفزيونية أو التسجيلات الصوتية أو المحاضرات. أهمية المعلومة، المعلومة لها أهمية كبيرة، حيث تعتبر هي مورد هام لدعم عمل المؤسسة، فهي أولا تساعد في معرفة الحقائق، 2- تساعد في معرفة تحليل وتحديد المشكلة، تساعد في اكتمال المعرفة، 4- ترفع من مستوى صحة ودقة العمل المنجز، 5- تساعد على تطوير وتحسين العمل، أيضا تساعد على سرعة إنجاز العمل، 7- تساعد على عملية اتخاذ القرار، وأيضا تساعد في عملية التخطيط. أشكال، قلنا المعلومات تظهر في عدة أشكال، من هاي الأشكال أما هي عبارة عن تقارير تفصيلية أو تقارير ملخصة أو رسوم أو جداول أو مقالات أو نماذج أو تقارير إحصائية.
اللي هنا طلاب ننهي المحاضرة الثانية.